معلومات خفيفة لطيفة عن البي ام 1300 2025. الدنيا انعفست هنا. ليه؟ في واحد الله يستر عليه طاح. شوف البطيخة كيف منورة. الحمد لله وصلنا المكان. Your YouTube also? Yes. My photo also, please. Your photo? Yeah. Come, come. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا شباب في مقطع جديد. What's your name? Aditya Pore. Aditya Pore. Yeah, Aditya Pore. I'm from Nepal. From Nepal. Yeah, I'm working here until I still now 2 months here. 2 months, mashallah, mashallah. I hope you stay. You good place, no good place. Yeah, good place. Good yeah. place. خلاص yeah. إن شاء الله stay long time. إن شاء الله. Yeah. Yeah. Become future. Very rich. إن شاء الله. دعواتكم مرة ثانية طيب. طيب أخوان، أنا حبيت أبدأ التصوير لأن يشهد الله أني دخلت وشفت الشارع جميل. من البداية ها؟ YouTube name wanted. Wanted. Yes. Okay. When you. Maybe after 3 days. Okay. I will see and come back. Shala, thank you. نقول بسم الله ندخل. Thank you. وصلنا يا جماعة الخير على المكان. عذرونا عدد شكل بهدل ولا إذا كان في هواء. أنا صراحة جربت صوت الكاميرا وأشوفها ممتاز ما يحتاج له مايك، بس إن شاء الله هنا ما يكون الهواء قوي. صار الموقف كان على الدخلة مثل ما تشوفون، هذه الدخلة شوفوا تحت. الدنيا انعفست هنا. ليه؟ في واحد الله يستر عليه طاح وشال الدراجة. طبعا يوم جيت أنا من الشارع هذا طولت اللفة. ليه؟ لأني شفت هذا ويوم نظرت يمين ماسك الكاميرا يصور يريد يوثق طيحة شخص ثاني، وربك أعطيته واحد نفخته. وين المدخل الحين؟ هنا ولا هنا؟ انترنس هير ولا هير؟ From here. From here. Thank you very much. صار شيء إن السجادة الأحمر في المكان الخطأ. إيه هذه حطينا الدراجات. This for motorcycle؟ Yeah, But everybody park there. كلام كريم والله. أدري النار هذه تحس إنك إيش؟ السلام عليكم. ازيك يا باشا؟ اخبارك؟ ما شاء الله رحمه الله. متى يذا المغرب نفطر؟ ظريف. انا في فعاليه طيبه الظاهر، مكبوس بالدياي. طبعا يا جماعه الخير، اللي هو البي ام دبليو 1300 لاول مره راح يظهرونه في هذا المكان تحت الغطاء الاسود اللي قدامي. بايكرية موجودين، لو شب الضوء هنا بعد. تسريبات ظهرنا مع الهواء. طبعا مستعرضين بعض السيفتي هنا، والهواء كل شوي يفضحهم. الله يرزقنا. عيونك كفايه عيونك. والله المكان في وسط الصحراء يا جماعه الخير،
الخير بعد المغرب صار الوضع المكان رهيب مع الإضاءة. شوف البطيخة كيف منورة. مغرب مصور عيشة، يقولون هذا رايح جاي على العيشة. والله أنا شبعان بس كذا عجبتني الإضاءة. شوف المنظر من فوق. المميز في هذا المكان كذا صحراوي. This is right now here the latest of this iconic model. Beautiful bikes behind us. With this model we are really pushing boundaries to the next level. شرفنا يا اخوان كنان الشيخ كنان من وكالة بي ام في دبي. معلومات خفيفة لطيفة عن البي ام 1300 2025. تفضل. هلا البايك بتنزل منزلين اربع الوان نحن السنة. نعم. بختلف عن ال 1250، 1250 نزل بثلاث الوان، زدنا عليها لون زيادة. صارت بتنزل بلون البي ام دبليو اللي هو الكود والتروفي، هو الابيض والاحمر والازرق. وبتنزل بالتربل بلاك، بتنزل باللون الاحمر، وبتنزل بالسبيشال اديشن اللي هو 719 اديشن باللون الاخضر المطفي المات. طبعا الستارتنج برايس ببلش من 110,000 للستاندرد اوبشن، بعدين للفول اوبشن للالوان اللي هي التروفي والتربل بلاك بيكون سعره 114,000 درهم. اما السبيشال اديشن اللي لون الاخضر بيجي سعره 118,000. حاليا كل البايكات عليها اللي هي الأوفر اللي 5 سنين ورنتي وخمس سنين سيرفيس أو 50,000 كيلو. صارت تيجي بهورس باور أعلى اللي هو 145 هورس باور بحوالي 14 كيلو أخف. صارت غيروا تقريبا كل الفيكشرز الكهرباء اللي بالدراجة. صارت الدراجة خلينا نقول مودرن أكثر. الله يعطيك العافية يا كنان وما قصرت، وفرصة سعيدة والله. نشوفك إن شاء الله على خير. إن شاء الله تبارك الله. ولا 100 دراجة هنا غير اللي واقفين على البواب هناك.